مطلع هذا الجبال اللي هجم لها الجيش، هجم لها الجيش، والحوثي متمركز في أعلى الجبل وهجموا عليه وهزموه، وهو فوق وهم تحت. هذا كان الكاميرا مع هذا الجندي. شوفوا على طريق. امسح. كل سنتي من هذا الجبال، هذه رسالة للمفسبكين. شوفوا على جبال، هذا الجبال هذا الجبال كلها تم تحريرها على جبل. جبل كل جبل فيه شهداء وفيه جرحى وفيه تضحيات. كل جبل كان الحوثي ملغم له، كان الحوثي متمترس فيه، كان الحوثي بعد ما سيطروا على صنعاء أخذوا كل المواقع المهمة. أنا مستغرب كيف تمت السيطرة على هذه المواقع، وكيف صدعوا الصعود إلى هذه المواقع. هذه مدارس الحوثيين، هذه الجبال المتبقية. أتحدى أي مفسبك، أي مفسبك يتفلسف على هؤلاء الأبطال أن يأتي إلى هنا زيارة بدون ما يصعد أي تبة، بدون ما يصعد أي جبل. الجنود هنا من عدن ومن تعز ومن أب، من أبين، من حضرموت، من مارب، من صنعاء، من صعبة، من عمران، كلهم عازمين على تحرير كل شبر من اليمن وإخراج الحوثي من هذه البلاد الطاهرة بإذن الله. رغم أن هذه الجبال فيها ألغام، ولا زالت الألغام لأنها تحررت في معركة أمس الذي صورتها في الليل، ولا الآن الفرق الهندسية لا زالوا إلى الساعة ينزعوا العبوة الناسفة والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي. هؤلاء الجنود الأبطال والأسود الذين صعدوا إلى هذه الجبال وحرروها. هذه نظيفة من الألغام يا أبو مرزال. هذا القائد الفذ أبو مرزال، هذا الأسد الذي كان له دور كبير في تحرير هذه الجبال. هذه الجبال تريد النظر إليها؟ هذه الجبال تم تحريرها كلها، لكل شخص يتفلسف على جبهة نهم. نتحداك تأتي إلى هنا، مش لا هنا، للمؤخرة، فقط للمؤخرة. السلام عليكم.